احنا زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي حتى في اتوبيس وصل اهو زي ما انتم شايفين الشباب كلهم بيستقبلوا الناس اهو وبنرحب بيهم وموفرين لهم كل وصول النقل والمواصلات كلهم عشان ما حدش يستغل الناس. احنا مجموعة شباب والله بعد ما شفنا الأحداث القايمة في السودان، طبعا السودان تربطنا بيهم صلة رحم وفي قرابة وفي حاجات كتير يعني تربطنا بيهم. شفنا الأحداث اللي قايمة دي فشفنا ناس كتيرة جاية من الحدود من قسطل وأرجين، فحبينا نساعد الناس دي يعني قلنا لازم نخدمهم. فأنا نزلت منشور كده على الصفحة الخاصة بتاعتي، يا جماعة أنا محتاج شباب متطوع بحيث إن احنا نساعد أخواتنا دول. الحمد لله يعني لقيت قبول كويس، نزلنا ورحنا معبر أرجين، والنهاردة كنا موجودين في موقف كركر وشغالين. وفي مجموعة تانية الأستاذ فيصل من دابوت قرية نوبية برضو، المجموعة التانية دي بتوفر مساكن بالمجان، معهم أكثر من شقة يعني بيسكنوا فيها. وإحنا هنا في قرية القرور مجموعة الشباب اللي معايا قرور وجزيرة هيسا، معايا مجموعة النهاردة كنا موجودين بنوزع يعني إمكانياتنا، إحنا اللي قد إمكانياتنا وزعنا عصير ومولتو ومية معدنية. إحنا هنا في قرية القرور وقرية كركر وفرنا، إحنا الشباب يعني مع بعض وفرنا أماكن بالمجان برضو للناس اللي هتحتاج أماكن. في بس أغلب الناس اللي جاية تطلع على طول على القاهرة. شباب اهو والله كلنا جينا واقفين مع ضيافه بتكون صوره على حسابنا وتكوس على حسابنا على حساب المبادره عشان طبعا منع الاستغلال الناس اللي بيستغلوا الناس اللي جايين بظروفهم. فالحمد لله يعني وربنا يقدرنا ان شاء الله، واحنا مستعدين بكل سبل التواصل وكل سبل اللي احنا الراحه، وان شاء الله ربنا يقدرنا جميعا ان شاء الله.